أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. كتير مننا بيحس بالجوع في فصل الشتاء بشكل أكبر بكتير من فصل الصيف. ده طبعا بيرجع لبرودة الجسم اللي بتخلي أو برودة الجو عفوا اللي بتخلي الجسم يحتاج يأكل ويشرب أكتر عشان يتدفى ويطلع الطاقة اللازمة. وده بيعمل أزمة تانية، هي أن الأكلات دي بتكون السعرات الحرارية فيها عالية طبعا، لأن البني آدم كل شوية بيجوع، طب ممكن أكل إيه، طب ممكن أكل إيه عشان نفسي تتسد، فبيضطر يلجأ يخلص الحاجات الصحية ويلجأ لحاجات ممكن تكون فيها سعرات حرارية كتير وبتتخن فبتأثر على الوزن. عشان نحل المشكلة دي معانا النهاردة ضيفتنا في هذا الصباح الدكتورة أميرة سعيد، أخصائية الصحة العامة والتغذية. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل، عاملين إيه؟ الحمد لله. دكتور، يعني احنا طبعا الشتاء معروف بالجوع، الناس بتجوع كتير لان احنا على طول بيبقى بردانين، فبنضطر نلجا كمان الاكل الصحي ساقع معظمه، فالناس فواكه وخضروات وكده فبتخلي الانسان لسه جعان، فبيضطروا يلجاوا طبعا لحاجات ممكن يبقى فيها كالوريز او سعرات حراريه كتير، وحتى الشوربه والحاجات دي بيبقى معروف ان فيها طبعا سعرات حراريه كتير. ازاي يبقى في نظام صحي في الشتاء في اللي احنا داخلين على جو بارد الشهر الجاي، يعني هو ابتدى فعلا من دلوقتي؟ طيب، هو اولا بس انا ضد مقوله ان احنا نتخن في الشتاء. الصيف عندنا اليوم طويل وخروجاتنا كتير، ودايما بنلجا لحاجات بفرز عاليه، يعني هاي كالوريز، ايس كريم، عصير، حاجات كده. الشتاء هي الفكرة ان احنا دايما بنحس بالسقعة البرودة فعايزين نتدفى، لكن مش معنى كده علشان خاطر احنا عايزين نتدفى فناكل هاي كالوريز، بالعكس ده هي مشروبات الدافية قليلة السعرات الحرارية. الشوربة زي ما حضرتك قلت، شوربة الخضار دي من الحاجات الحلوة جدا اللي بتحسسني دايما بالدفى. فأنا بس شايفة الناس ما بتحبش شوربة الخضار، يقولوا لك ده أكل عيانين، فبيضطروا يلجأوا بقى للشوربة، الشوربة اللي هي اللي فيها بيبقى فيها زي لسان العصفور والحاجات دي، وبرده العدس اللي الناس بتحط فيها بطاطس وبتحط أيوة فيها زيت وبتحط، ما بتبقى وجبه في الاخر تقيله. احنا عايزين بس نبعد ان احنا يعني ندي دايما فكره الهاي كالوريز، يعني فعلا ما فيش مشاكل ان احنا ندي شوربه العدس بس تبقى من غير بطاطس، نحط فيها معاها كوسه، نحط فيها معاها شويه كرنب، خضروات مش هتبان خالص وهتديني نفس الطعم الحلو وسعراتها قليله، بدل ما استخدم الزيت الكتير، بدل ما استخدم السمنه والحاجات المحمره، لا احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا عايزين نحس بالدفى باقل السعرات الحراريه. فأهم حاجة إن إحنا نحافظ على الوجبات، إن إحنا ناكل 5 وجبات صحية في اليوم، ما سيبش نفسي فترات طويلة جعانة فأول ما هجوع ومش هلاقي حاجة قدامي غير إن أنا هقعد أكل بسرعة، فأكل بقى عيش، أكل حاجات بسرعة كتيرة، أعمل لي مثلا كوباية مشروبات دافية ومعاها سكر كتير، إحنا مش عايزين ده. فأهم حاجة إن أنا أكل وجبات صحية على مدار اليوم، ال5 وجبات بتوعي اللي هو الفطار، غدا، عشاء، والسناكس بتاعتي الصحية دي أهم حاجة عشان ما أخليش نفسي على طول جعانة. ألجأ دايما الحاجات اللي بتحسسني بالدفى، زي ما احنا قلنا المشروبات الدافية قليلة السعرات، يعني مثلا فيش مانع من الشاي، اليانسون، النعناع. بس هقول لك على حاجة يا دكتور، اليانسون والشاي الأخضر والمشروبات دي بعد نص ساعة مثلا بتبتدي تجوع، يعني هي ليها كده معرفش بتساعد على الهضم تقريبا او في حاجه، فنص ساعه كده بتلاقي الواحد جاع تاني. لو احنا حافظنا على ان انا باكل 5 وجبات في اليوم مع ان انا بشرب الحاجات الدافيه ديت فانا خلاص مش هجوع، لكن الفكره ايه؟ ان احنا باكل مثلا الصبح وافضل فتره طويله من غير ما اقعد اكل، او الجا للحاجات اللي بتجوع بقى بسرعه زي السعرات السكريات العاليه، السكريات البسيطه، ما اكلش دايما الخضار والفاكهه، الحاجات البروتينات اللي بتطول الهضم في المعده فتديني فتره طويله للشبع، لكن لجوئي ان انا اخد سعرات حراريه عاليه من حاجات بسيطه فهي دي اللي بتلجا للجوع دايما. يعني مثلا ساي مثلا حاجه حلوه الصبح مع كوبايه الشاي، طب ما دي هتخليني اجوع، لكن لو انا فطرت بيضه مع ربع رغيف لا هتخليني اكتر فتره ان انا مفيش الجوع بتاعي. بس في ناس يا دكتور متعوده، يعني حتى لو هم ماشيين على نظام صحي متعودين ان هم لازم الصبح مع كوبايه القهوه
او الشاي ياخدوا حته كيكه او بسكوت او ممكن بعديها يفطروا، بس هم متعودين ان هم زي في ناس مثلا متعوده اول ما تفتح عينها تشرب عصير فيه سكر. لا، ما احنا مش عايزين بقى الحاجات دي، احنا عايزين نصحح ونعيش الحياه الصحيه الكويسه اللي تخلي لي دايما صحتي كويسه وما يبقاش فيه لجوء للسمنه على طول. فاحنا لا، ما ينفعش اصحى الصبح اكل الحاجات السعرات الحراريه النشويات البسيطه اللي تخليني اجوع. ألجأ دايما للفاكهة والخضار اللي فيها ألياف، ما هي دي اللي هتخليني دايما حاسة أن أنا على طول شبعانة. فملجأش للسعرات الحرارية البسيطة، السعرات الحرارية العالية من الحاجات البسيطة. أخد دايما الحبوب الكاملة، يعني مثلا نرجع تاني زي البليلة، الصبح نفطر أولادي كوباية بليلة وعليها نص كوباية لبن وشوية مكسرات، وجبة هايلة وفيها كل المواد الغذائية وهتحسسني بالشبع. مش بس البليلة بتتعمل بطرق بتتخن، زي السكر بيتحط فيها، ويعني لا ما يعني عشان تبقى حلوه الاطفال يحبوها هتبقى بتتخن. ما احنا مفيش مانع ان احنا نحط سكر، بس مش هنحط السكر العالي. يعني مثلا قيسي، لما اخد شويه بليله ومعاها معلقتين سكر، ولا لما اخد قطعه جاتو او كيك الصبح، تفرق بالزبط. طبعا هتفرق. كملي اتفضلي. انا بس عايزه اقول نشجع الناس ان احنا في فصل الشتاء نخس احسن، مش نتخن. هي دكتور يعني بتبقى يعني زي ما في ناس في رمضان مثلا بتخس، في ناس بتتخن، هي بتبقى بالزبط. طرق، يعني هو كل واحد عنده طريقه. مثلا في ناس في رمضان بتعرف ده وقت مناسب جدا ان حد يخس، رمضان معروف، بس بيطلع منه ناس زايدين وزايدين بالخمسة كيلو في شهر يعني. فبرضه الشتاء الناس اللي هي مثلا اللي بتشتغل مثلا في شركات، اللي هو صاحي في البرد قاعد من الساعه 8 للساعه 5 على مكتب، ما هو طول ما هو قاعد شوكولاته، كياس مش عارفه ايه، الحاجات الجاهزه، ممكن كمان في ناس المكسرات الكتير منها رغم ان هي مفيده بس الكتير منها طبعا بيتخن. فالحاجات دي كلها ازاي الواحد، يعني لو واحد قاعد على مكتب في الشغل بيقعد من 9 ل 5 مثلا ياكل ايه؟ طب تعالي النهارده بقى نستفيد معاكي النهارده ونقول ارشادات بسيطه كده ليومنا، ان احنا نحافظ على ثبات الوزن او انقاذ الوزن على قد ما نقدر. بس خلينا نتكلم على جزئين، جزء الناس اللي في البيت اللي عندها امكانيه توفر اي نوع، وجزء الناس اللي في الشغل اللي واخدين معاهم أكل. تمام. احنا اولا مبدئيا سواء انا قاعده في البيت بشتغل او يومي طويل، انا لازم زي ما احنا قلنا هنحافظ على الثلاث وجبات الرئيسيين بتوعي، فطار غدا عشاء، والسناكس اللي بتوين الوجبات. بس مش معنى ان انا افطر يبقى افطر الساعه 12 واحده، لا، فطار يبقى فطار الصبح، يبقى لازم افطر الساعه 9 10. كل ما كان الفطار مبكر كل ما كان احسن للعمليات الحيويه، وان انا ادي طاقه وكمان احرق احسن. وبعد كده هو السناكس اللي ما بين الوجبات زي ما احنا قلنا نبقى نحاول على قد ما نقدر حاجات صحيه، يعني مفيش مانع من طبق فروت سلطه الناس كلها بتحبها، ما اعتقدش ان عندها مشاكل، كوبايه زبادي وعليها شويه مكسرات. انت قلتي حلوه، جمله حلوه قوي، المكسرات مفيده بس الاكثار منها هي المشكله. فاحنا كل ما احنا يعني كل حاجه ليها حاجه صحيه وحاجه عكسها. الاضرار من الشيء هو الزياده عنه، فاحنا مش عايزين نزود الشيء ده. نتجه اكتر بقى للحاجات اللي احنا الطبيعه، يعني مثلا الحبوب الكامله زي ما قلنا، القمح، الفريك، البليله، الشوفان، العيش البلدي. ما اتجهش بقى مثلا للدقيق الابيض، عشامي، فينو، فطير، الحاجات دي كلها بلاش منها. اخد البروتينات، البروتينات بتدي طاقه حلوه وفي نفس الوقت بتدي مده اطول للشبع، زي البيض، الفول، العدس. دلوقتي بقى في شوربه العدس بقت في كل المحلات على فكره، يعني ممكن نطلبها. اللحمه، الفراخ، الحاجات دي كلها. شرب الميه من الحاجات الاساسيه المهمه. بس في الشتاء هو صعب جدا. بصي ممكن نعمل ايه بقى، نحاول طبعا دلوقتي بقى في بروجرامز على الموبايل نفكر نفسنا ان احنا نشرب ميه. مع كل وجبه اشرب كوبايه ميه، افكر نفسي دايما ان انا معايا البوتل بتاعتي سواء انا في البيت او في الشغل، ان انا هخلص الثلاث ازايز دول على مدار اليوم. لان للاسف في ناس بتشرب الميه في وقت معين، تقول لك بالليل بس قبل ما انام، او الصبح وطول اليوم. لا انا معايا ازازه، عارفه ان الازازه دي هتخلص وهملاها وهتخلص تاني. فدي من الحاجات الاساسيه، شرب الميه، عشان طبعا احنا بننسى فعلا الميه في الشتاء، ودي من الحاجات المهمه جدا. لا هي مش فكره بس بننسى، هو في الشتاء الناس بتبقى بردانه على طول والميه بتبرد اكتر، بيخشوا الحمام اكتر، فبيقول لك مش لازم مش لازم ميه. بس الميه من الحاجات المهمه قوي. تاني حاجه، طب هي لو الميه اتاخدت
عن طريق ينسون شيء اخضر وكده، دي بتتحسب ميه برضه؟ اه طبعا بتتحسب ميه، بتتحسب ميه. اهم حاجه ما تبقاش الحاجات اللي هي المضره للبول زي الكافيين، الشاي والقهوه، دي من الحاجات المضره للبول، فلازم اشرب قدامها ميه كتير. الناس اللي في يعني الشغل اللي بره وبيلجأوا لشرب الكافيين الكتير لازم يعوضوا قدامها ميه اكتر. لكن اليانسون، النعناع، البابونج، كل الاعشاب دي الصحيه تعتبر من ضمن المي. لو احنا بقى هنتكلم في فصل الشتاء اكتر، فاحنا عايزين التدفئه الاكتر. فانا لو مارست العادات الصحيه بتاعتي العاديه خالص وجيت مثلا شربت كوبايه ينسون مع الاكل، هتحس بالتدفئه الجسم وتحس بالطاقه، مش هحس ان انا جعان، بس اقلل السكر بقى اللي فيها. يعني بدل ما اخد معلقه سكر، لا نص معلقه، اقلل تدريجيا على قد ما اقدر. قلنا من شربات الحاجات الحلوه جدا اللي بتخليني دايما احس بالطاقه، حمص الشام من الوجبات الهايله والسعرات الحراريه القليله، وبتحسسني وفيها بروتين، فيها بقوليات، بتحسسني دايما بالشبع. دكتور انا عايز اسال حضرتك على حاجه. انا من كام سنه كده يعني كنت عادي ماشيه على النظام بتاعي، ما فيش حاجه، بس كنت بشرب اللي هو شاي قهوه باللبن كتير عشان ما اقولش الاسم يعني. فكنت بشرب يعني ممكن في البرد وبصحى من بدري وكده كل ساعتين ثلاثه بشرب، مع انه بلبن خالي الدسم. اكتشفت فجاه ان انا تخنت. فلما سالت في يعني قريت وكده عرفت ان هو بسبب اللبن. طب ناس كتير قوي مش فاهمه ليه اللبن مع القهوه بيوقفوا الحرق وبيتخنوا، رغم ان دي لوحدها كويسه وده خالي الدسم. طب هما بيعملوا ايه مع بعض يخلوا الواحد يتخن او جسمه يبطل حرق؟ لا هو مفيش كده، مفيش حاجه اسمها اللبن مع القهوه تخنتني او قللت الحرق بالنسبه لي، هي السعرات الحراريه اللي موجوده فيه. احنا بس بدون ذكر اسماء الحاجات اللي هي اللي في اكياس دي، مش لبن، ده بودرة مع نشويات كتيرة جدا. لكن أنا لو جيت عملت القهوة بتاعتي مع اللبن المقنن بتاعي، يعني أنا لو أنا حسبت سعراتي أنا، فأنا محتاجة على الأقل كوبايتين لبن في اليوم. لو كوبايتين لبن دول أنا خدتهم على مدار اليوم متوزعين، تقريبا هشرب 4 كوبايات قهوة باللبن. يعني نص لبن على قهوة، فكده فأنا تقريبا هشرب 4 كوبايات قهوة، دول مش هيتخنوني. لكن اللي هم الحاجات السريعة مع الكريم، لا في المحلات يعني بتتعمل بتبقى كوباية لبن، فممكن لو واحد بياخد كل ساعتين فهو مثلا شرب على مدار لحد نص اليوم 4 كوبايات مثلا، فهو كده شرب 4 كوبايات لبن، شرب 4 كوبايات اللبن وكاملين الدسم وفيهم سكر كتير. لا لو خالي بقى الدسم، لو خالي الدسم لا، لو خالي الدسم ضمن السعرات الحرارية هي مش هتخن خالص. اللبن من الحاجات الحلوة جدا، محتويات الكالسيوم فيه مهم جدا علشان زيادة الحرق. الكالسيوم من ضمن الحاجات اللي بتزود الحرق وبتعمل عمليات حيوية في جسمي. وطبعا ما فيش احسن من منتجات الألبان عشان اخد مصدر كويس للكالسيوم. لكن هي الفكرة ان انا باخد سعراتي الحرارية كتيرة منه. يعني زي ما حضرتك قلتي، انا ممكن على مدار يعني نص اليوم بشرب 4 كوبايات. ده غير ان في ناس كمان بتحط فيه اللي هو الفليفرز او المنكهات اللي بتبقى دي سكر، كل دي بالظبط سعرات حراريه اكتر. فعلى مثلا على نص اليوم، على مثلا العصر كده، هتلاقي نفسك انت خدتي حوالي 1000 سعر من لا شيء شرب بس. احنا لسه ما كناش، لسه ما خدناش اي حاجات تطول الاكل في معدتي شويه. فده طبعا لا غلط طبعا. طيب الناس اللي هي هتفطر متاخر غصب عنها، الفطار عشان شغل، اجتماعات، مش عارفه ايه، فممكن على الساعه 12 كده ياكلوا ساندوتش حتى لو عيش بني او عيش بلدي، بس بيبقى كبير بقى لان هو صاحي من 6 الصبح فجعان. فمثلا بعديها بثلاث ساعات يجوع تاني وهو قاعد برده في الشغل، فهيضطر يلجا لساندوتش تاني او لحاجه سريعه او فازاي يعني لو البني ادم ما عندوش الوقت ان هو يقوم يعمل حاجه بس هو جعان، يعني هياكل الساندوتش ده بعدها مثلا بساعتين ما عندوش حتى سلطه فواكه ولا حاجه، هل لو هو قسم الكالوريز او السعرات على مدار الساعات، لو قاعده في شغل لحد الساعه 5 مثلا وبالليل ما بيتعشاش، ده كويس ولا لا؟ اه طبعا، في الاول في الاخر هو انا جسمي محتاج سعرات الحراريه المظبوطه ليه، هي بالانس، هو ميزان، اللي داخل قد اللي خارج. لكن لو انا بقى دخلت اللي داخل ده اكتر بكتير من اللي خارج، فانا كده هلجا للسمنه. فهي لو أنا قسمت وجباتي على مدار اليوم، ده طبعا هو ده أحسن كتير. الخضار ثم الخضار ثم الخضار ثم الخضار، مفيش أحسن منه. أنت قاعد في الشغل مفيش مشاكل خالص، اشتري كيلو خيار
مع نص الجزر وهتاكلهم وانت في الشغل. فالخيار الخضار والفاكهه من الحاجات البسيطه جدا والمتناوله في للجميع، يعني مفيش مشاكل. حتى الام اللي رايحه وجايه مع اولادها تمارين مفيش مشاكل، لو ولادي جعانين هقف اجيب فاكهه نص كيلو حتى، وهقدر موز هيتقشر سريعا ويتاكل مع الاولاد. منتجات الالبان من الحاجات الحلوه جدا لو انا خدتها سناكس، لو هو جعان في وسط اليوم الزبادي مفيش احسن منه. انا كنت لسه اسال حضرتك على حاجه، كان في كده من فتره كده طلعت يعني حاجه في الدايتس او في نظام الاكل، ان بالليل لو كلتي زبادي عليه قرفه وليمون ده بيشغل حرق الجسم طول ما انت نايمه وبيخسس، ده فعلا ولا ده كان مجرد اراء كده؟ يعني هي اراء وفي نفس الوقت لسه ما اثبتتش جودتها قوي، بس خلينا نقول ان القرفه من الحاجات اللي بتعلي الحرق، والليمون من الحاجات اللي فيها فيتامين سي بيعلي الحرق، والكوبايه الزبادي فيها من البروبيوتيك اللي بتريح المعده وبتخلي كل البكتيريا الوحشه اللي في الجهاز الهضمي فبتقلل الانتفاخات. كوبايه الزبادي فيها كالسيوم. والله هو انا جربتها بس كنت بجوع يعني كله، بس بعد شويه انا جعانه بقى ناكل ايه. بس يعني ملحوظه، ما بقاش طول اليوم لخبطه واجي بالليل اخد كوبايه الزبادي بالليمون زي بالظبط اخد مثلا جاتوه حلويات واقول ما انا هحبس بالشاي الاخضر. مفيش يعني النظام المتكامل هو ده اللي يساعد على حياه صحيه وانقاص في الوزن او ثبات في الوزن، لكن ما بقاش ملخبطه واقول ما انا هاخد بقى كوبايه الزبادي واعصر عليها الليمون فهتزود لي الحرق. لا طبعا مفيش الكلام ده. طيب بالنسبه للاطفال، طبعا الاطفال في التمارين وفي النادي بيبقى اسهل حاجه الاكل السريع. انا خلصت التمرين جعان هاكل بطاطس محمره، هاكل برجر، هاكل الحاجات دي. طيب ازاي نقنع الاطفال؟ اطفال صعب اقناعهم وهم بيحبوا البيتزا، بيحبوا يعني ليهم اكلات كده معينه، ازاي نقنعهم ان هم يحبوا الاكل الهيلث؟ اولا السن الصغير سهل جدا ان احنا ناهله، لان التين ايجرز دلوقتي هي اللي فيها المشكله الصعب. لكن طول ما انا مربيه اولادي صح على يعني من اول ما هم صغرهم عارفين ان احنا لا احنا ناكل سلايس واحده معاها خضار طبق لازم يبقى الخضار، فانا عودته اجتماع العيله كلها. يعني ما ينفعش ابقى انا مثلا مامي بشرب بيبسي بشرب مياه غازيه واشرب حاجات وما اكلش خضار قدامهم واقول له كل خضار، لا ما ينفعش. فانا لازم دايما الثقافه التغذويه مهمه جدا في السن الصغير ده مهم قوي. ما فيش مشاكل ان هو ياكل قطعه بيتزا، ما فيش مشاكل ان هو ياكل طبق بطاطس محمره، لكن قد ايه وكل يوم هاكله ولا لا. لو انا هاكل البيتزا يبقى هاكل معاها خضار، يبقى اخد معاها مثلا طبق الخضار زي ما احنا قلنا الخضار ثم الخضار ثم الخضار، الوجبات الصحيه على مدار الخضار اليوم. كمان في ميزه الخضار حتى اللي في السلطات وكده هو بيشبع انه بيملى البطن، يعني بالزبط. ممكن تقعدي فتره كبيره جدا انت مش واكله حاجه غير سلطه بس شبعانه. شبعانه، مضادات الاكسده، مصدر هايل للفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها. لو احنا هنتكلم في فصل الشتاء فاحنا عايزين حاجات تقوي المناعه، فهجيب تقويه المناعه منين الا من الفيتامينز اللي انا محتاجاها من الخضار والفاكهه. فلازم الخضار والفاكهه علشان تديني كل مصادر الفيتامينز فيها الياف، فبتخلي الجسم دايما حاسس بالشبع، مصدر للشبع حلو جدا. طيب بالنسبه للبطاطس والبطاطا مسموح بكام واحده في اليوم؟ بصي هو اكوردنج حسب السعرات الحراريه، يعني الطفل الصغير غير الشاب الكبير. لا يعني نقول للناس يعني الكبار. تقريبا سمرتين في اليوم. لان هي طبعا البطاطا والبطاطس من الحاجات اللي بتشبع. هايله جدا البطاطا كثمره مشويه هاكلها قبل النوم، دي من الحاجات الهايله. بس ما اكلش البطاطا ومعاها بقى اكل او متعشى عيش مكرونه طبعا يعني هو الناس لو مفهومها اتغير فعلا، يعني هو الفكره ان الناس بتعمل رجيم لشهر ويرجعوا تاني لاسلوب حياتهم. لا هو بالزبط. لازم ان هو خلاص ده بقى اسلوب الحياه، واحده في واحده هتتعود ان هو انت لما تبقى قاعد في مطعم تطلب الاكل الصحي، لما تبقى في البيت تاكل بديل للحاجات اللي بتتخن خضار وفاكهه وحاجات كده. طبعا معلومات كتير عرفناها من حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك الدكتوره اميره السعيد اخصائيه الصحه العامه والتغذيه، شرفتينا النهارده. ميرسي ليكم.